بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أول فيديوهات الوحدة التامنة من كتاب A1 Treasure. حابب ألفت انتباهك الأول إن السبع وحدات الموجودين كلهم موجودين على المنصة، بداية من الوحدة الأولى لحد ما احنا واقفين في آخر حاجة عملناها، كانت الوحدة السابعة ودي الوحدة التامنة إن شاء الله رب العالمين. لو حضرتك لسه منضم لينا حديثا، فأنت هتدخل على محتوى الشهر اللي فات واللي قبله علشان تقدر تمشي معانا في كل الوحدات، ولو في حاجة معرفتش توصلها ممكن تتواصل معايا أنا أو مع دكتور مصطفى عويس، بيكلمه التليفون طبعا، بلاش تبعت رسالة الواتساب عشان يرد عليك سريعا وتعرض عليه مشكلتك، وهو إن شاء الله هيكون يعني he will give you a hand، يعني هيساعدك تماما. عايز ألفت انتباهك برضو إن احنا كل يوم حد الساعة 10 بيكون في امتحان. الامتحان ممكن يكون ورقي أو إلكتروني، بحاول أعمل أنواع كده مختلفة بحيث تتعود. لو كان امتحان آخر السنة ورقي فتكون أنت معتاد على الورق، لو الكتروني فيكون برضه حضرتك ليك اكسبيرينس مع الموضوع ده. كل الامتحانات اللي فاتت موجوده على المنصه كفيديو، وكلها موجوده في كملفات بي دي اف وكروابط على جروبات التليجرام اللي عملناها، سواء جروب شهر 2 او 3 او اخر شهر اللي هو شهر 4. تعال نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في اول جمله، بيقول لي many people do not like all kinds of not all animals. عايز تعرف ان كلمه kind هنا معناها نوع، ممكن نستخدم بدلا منها sort او type، بس انت عارف ان كلمه type معناها نوع ومعناها يكتب على الكمبيوتر، كلمة kind معناها نوع ومعناها عطوف، كلمة sort معناها نوع ومعناها يصنف. هنا في الجملة بيقول لي كثير من الناس أشخاص كثير من الناس يعني لا يحبون كل أنواع الإيه على الحيوانات. نترجم الكلمات دي الأول. experimented معناها تم إجراء تجربة عليه أو أجرى تجربة على. experimental معناها تجريبي. experiment اللي هي التجربة و experiments اللي هي التجارب. أنت عارف إن في العربي أصلاً أنت بتقول الناس كثيرون يرفضون أو لا يحبون كل أنواع التجارب على الحيوانات، وبالتالي experiments on animals. كان ممكن نقول many people don't like to experiment on animals، يعني لا يحبون أن يجرون تجارباً على الحيوانات. doctors stress that، يؤكد الأطباء على أنه this kind of treatment، أن هذا النوع من العلاج is still ما زال تجريبياً، يعني experimental، يعني هو experimental kind of treatment، يعني نوع تجريبي من العلاج. The country has secretly a on biological weapons for years. هذه الدولة لسنوات عديدة تجرب أو تجري تجاربا على، وبالتالي هنقول experiment. لكن هنا كونه جاب لك have أو has فأنت محتاج تصريف ثالث، وبالتالي هنقول has experimented. يبقى معنى الجملة كده أن الدولة أجرت تجاربا على الأسلحة النووية لسنوات عديدة. They decided to throw the streets as sign of celebration. بداية تعال نترجم الأول الكلمات دي. كلمة process معناها يعالج، لما نقول مثلا to process food يعني يعالج الطعام، يعني يعدل في خصائص الطعام بحيث ان هو ما يبص يعني. process برضو معناها يمشي في موكب. process معناها عملية. processing منها برضو بس كلمة ضف له ing. procession ده اللي هو الموكب ذات نفسه. processed معناها معالج أو مشى في موكب. بيقول لك زي decided to ايه؟ طبعا انت عارف تو المصدر، فعشان كده زي decided to process، يعني هم قرروا ان هم يمشوا في موكب، يسيروا في موكب في الشوارع كعلامه على الاحتفال. Many of these foods are made from highly A ingredients. معظم هذه الاطعمه تم تصنيعها من مكونات معدله او معالجه وراثيا، وبالتالي هنقول highly processed ingredients. على فكره ممكن نستخدم هنا كلمه processed وممكن نقول treated. فلما اقول treated food معناها طعام معالج، processed food معناها برضه طعام معالج. في الجملة الستة بيقول لي I was moving some furniture، كنت بحرك بعض الأثاث. عايزين ناخد بالنا ان كلمة فرنتشر دي من الأسماء التي لا تعد، يعني هو اسم مفرد دائما. And I twisted، twisted معناها لويت، يلوي رجله تحته يعني. My ankle اللي هو كاحلي اللي هو رجلي يعني. In the of moving، في عملية التحريك، كلمة عملية اللي هي اسمها process. In the process of يعني في عملية. وعلى فكرة ممكن نستخدم كلمة in the process of معناها في طور، أقول لك this أنت معدي على بيت مثلا كده والناس لسه بتبني، فتقول they are in the process of building، يعني هم في طور البناء، في مرحلة البناء. The mayor of the town اللي هو العمدة بتاع المدينة led the A قاد الـ A to the central square، كان بيقود الموكب اللي هو اسمه procession. The police suspected him، suspected him يعني اشتبه في شك فيه يعني of dealing drugs، إن هو شغال في مخدرات. But they didn't have any، بس هم ليس لديهم أي دليل. دليل هنا معناها بروف، وباقي الكلمات دي نترجمها مع بعض. أول كلمة كلمة proven معناها صفة ذات من يثبت، يعني معناها مثبوت أو ثابت. provable يعني قابل للإثبات أو يمكن إثباته. prove يعني أثبت. في رقم 9 I can't depend on these data. طبعا these data هو جاب لك هنا كلمة these علشان كلمة data اسم جمع مفردها datum طبعا.
they can't be scientifically a. scientifically دي ظرف، والظرف دايما بستخدم بعده صفة، فأنا محتاج صفة. الصفة هنا انت هتترجم عشان تعرف، فهتلاقي ان هو عايز يقولك ان هما لا يمكنه ان تثبت، يعني غير قابلة للإثبات علميا. وكلمة قابل للإثبات اللي هي provable. he needed to his point، هو كان من كان يحتاج ان يثبت نظريته. كلمة يثبت يبقى prove. prove his point يعني يثبت نظريته او رؤيته او رأيه. it's a fact، انها حقيقة ثابتة او مثبتة. مثبتة اللي هي proven، ما انت عارف ان proven ده تصريف ثابت من prove، يعني معنى كده انها صفة. طيب he is very optimistic، هو متفائل جدا. he thinks that joining the faculty of medicine looks، هو متفائل ويعتقد ان التحاقه بكلية الطب امرا يبدو قابلا للتحقيق. عشان كده هنقول achievable. achievable قابل للتحقيق. achievement يعني انجاز او تحقيق. achieve يعني يحقق. unachievable يعني غير قابل للتحقيق او مستحيل. he is very pessimistic، يعني هو متشائم. he thinks that joining the faculty of medicine looks، يعتقد او يرى ان التحاقه بكلية الطب امرا يبدو مستحيلا او غير قابل للتحقيق، وبالتالي هنقول unachievable. يبقى انت لو شايف ان الحاجة دي ممكن تعملها فتقول الحاجة دي achievable، يعني I can achieve it. لو هي شيء مستحيل بالنسبة لك فهتقول unachievable، يعني I cannot achieve it. I am usually proud of، هنا نقف وقفة صغيرة كده. proud دي ممكن بعدها of والاسم او to والمصدر. I am proud of being Egyptian او I am proud to be Egyptian. I usually او I am usually proud of my students remarkable. remarkable معناها ملحوظ، ممكن نستخدم مكانها outstanding. انا فخور بالتقدم الملحوظ لطلابي. تقدم هنا achievement اللي هي number B، اللي معناها تحقيق او انجاز او تقدم. يعني she worked hard to her goal، هي عملت بجد لكي تحقق، يحقق يعني achieve number C. she has already expressed deep A for what happened. تعال نترجم الاربع كلمات دول. كلمة regrettable دي معناها شيء يؤسف له، حد عمل سلوك غلط قدامك فتقول it is regrettable behavior، يعني سلوك يؤسف له. regretful معناها شاعر بالندم، انت عملت حاجة غلط فانت بتقول I am regretful، انا ندمان. regret يعني يندم، و regretfully معناها بشكل فيه ندم او بندم. في الجملة بقى بيقول لك ان هي عبرت عن deep A for what happened، يعني هي عبرت عن الندم الشديد لما فعل لما حدث، يبقى deep regret اللي هو الندم. وانت عارف ان regret بعدها الفعل بيكون مضاف له ing، فنقول I regret taking your money، ندمان ان انا خدت فلوسك. لكن regret to ندمان ان هو لسه هيعمل. بكرة الصبح ان شاء الله هتروح المدرسة وانت ما انتش عايز تروح، وندمان انك انت هتروح فتقول I regret to go to school. رحت المدرسة ما لقيتش ولا واحد ولا مخلوق فتقول I regret coming to school، ندمان ان انا فعلت ذلك، يعني يا ليتني ما فعلته. 17 بيقول لك she apologized and sounded very، هي اعتذرت وبدت نادمة. انت متفقين ان كلمة regrettable معناها يؤسف له، regrettable دي معناها شيء يؤسف له او شيء محزن اللي هو السلوك نفسه، regretful معناها يشعر بالندم، وانت بتقول هي اعتذرت وبدت انها شاعرة بالندم، يبقى اكيد regretful. she knew that she would live to not this decision، هي تعرف انها ستعيش نادمة على هذا القرار. في مصطلح كده عايزك تعرفه اسمه live to regret. live to regret يعني هيقضي حياته كلها ندما لهذا القرار. it's not that reading receives so little attention، انه شيئا يؤسف له او شيئا محزنا ان القراءة تستحوذ على اهتمام قليل جدا، وبالتالي عايزين نستخدم كلمة شيئا يؤسف له اللي هي regrettable. انت بقى نفسك بتقول I am regretful، يعني انا اشعر بالندم. I must go، لابد ان اذهب. she said او he said، قال ذلك بندم شديد، يبقى regretfully لان الظرف للفعل said. A the children began to understand، انت عايز تقول هنا تدريجيا. تدريجيا دي معناها gradually، تدريجيا تمكن الاطفال من الفهم يبقى gradually. وعايزك تاخد بالك ان gradually بتساوي by degrees. لو هتروح للمنطق المفروض تقول gradually بتساوي by grades، بس ده خطأ. gradually بتساوي by degrees معناها تدريجيا. 22 بيقول لك he supports the policy of slow steady change، هو بأيد سياسة التغير البطيء في شكل ثابت يعني in society rather than sudden change. هنا بقى عايزين نقف وقفه كده مع كلمة sudden اللي معناها مفاجئ، ودي صفة لازم بيكون بعدها اسم. فلما نقول sudden change معناها تغير مفاجئ، sudden attack هجوم مفاجئ، لكن suddenly معناها فجأة. فممكن أقول لك they changed their life suddenly، غيروا حياتهم فجأة. they attacked us suddenly، هجموا علينا فجأة. في جملتنا بقى بيقول he is a not he supports the policy of slow steady A، هو بيكون A هو بيؤيد سياسة
التغير الهادي او البطيء يبقى جراجواليست. جراجواليست معناها من المؤمنين، من الناس المؤمنين بالتدرج. تيجي نترجم الاربع كلمات دي الاول. كلمه جراجوال معناها تدريجي، جراجوالي تدريجيا، فلما اقول جراجوال امبروفمنت يعني تحسن تدريجي، لكن جراجوالي امبروفد معناها تحسنت تدريجيا. جراجواليست معناها المؤيدين للتدرج. جراجواليزم ده اللي هو التدرج نفسه. ريكفري فروم ذا ديزيز از فيري، العلاج او التعافي من المرض يعد امرا تدريجيا، وعشان كده هنقول از فيري جراجوال. جراجوال يعني تدريجي. هي بيليفز، الكتاب قدامك مكتوب فيه بيليف، المفروض تبقى بيليفز ان اي، سو هي از اجينست ان ريفولوشن، هو ضد اي ثوره، يعني معنى كده ان هو يؤمن بالتدرج. التدرج اللي هو اسمه جراديواليزم. طب الراجل اللي بيليفز ان جراديواليزم ده بنسميه جراديواليست، مؤيد للتدرج، واتفقنا على جراديوال وجراديوال قبل كده. زير ووز ا نوت امبروفمنت، كان هناك تحسن تدريجي، يبقى زير ووز ا جراديوال امبروفمنت. ده معناها طبعا هو في الجمله بيقول لي زير ووز ا جراديوال امبروفمنت ان هير سكول ورك، كان هناك تحسنا تدريجيا في عملها في المدرسه. ده معناها ان هير سكول ورك improved gradually. improved gradually معناها تحسن تدريجيا. the baby was born with heart problem، وهنا نقف وقفه صغيره. to be born with معناها اتولد بي، بنجيب بعدها خاصيه او مشكله عنده، فممكن اقول لك he was born with one eye، اتولد بعين واحده. he was born with weak sight، اتولد ببصر ضعيف. وبالمناسبة كمان كلمة sight اللي هي الرؤية والإبصار، لو احنا عايزين نقول بصره بدأ يضعف فنقول his sight failed، كلمة fail اللي معناها يفشل دي برضو معناها ينحدر أو يقل. ولما نقول his wealth failed معناها ثروته قلت. ولما نقول his kidney failed يعني الرئة الكلية توقفت. ولما نقول his lung failed يبقى رئته توقفت. ولما نقول the car failed يعني السيارة توقفت. كل دي من معاني كلمة fail، خد بالك منها وقلناها في الفيديو اللي فات. The baby was born with a heart problem and only for few hours. الطفل اتولد بمشكلة في القلب وفقط ايه لساعات قليلة. تيجي نترجم الكلمات دي الاول. كلمة survive يعني يبقى حيا. survival اللي هو البقاء. survived معناها نجا. وsurvivors اللي هم الناجون. بتقول لي في الجملة الطفل اتولد بمشكلة في القلب وفقط عاش بقى حيا لفترة قصيرة جدا، وبالتالي هنقول survived يعني بقي حيا، اللي هي number C. 27 illegal hunting اللي هو الصيد الغير قانوني is threatening the، يهدد بقاء species اللي هو الفصائل، بقاء اللي هو survival، the survival of يعني بقاء. the company hopes to be one of the of this recession، الشركة تتمنى أن تكون واحدة من الناجون من هذا الركود الاقتصادي. وانت عارف ان كلمة ناجون اللي هم survivors، كان على فكرة كان ممكن نقول the company hopes to survive from يعني تتعافى من او تستطيع ان تعيش في ظل يعني. 29 we are proud of في يا شباب ملحوظه برضه انا كاتبها في اخر الكتاب لاني بقرا من الكتاب حاليا يعني. في ملحوظه كاتبها عايز اقول لك عليها عشان ما انساهاش، ان كلمه evidence معناها دليل. لو انت عايز تقول دليل حقيقي او دليل صحيح، لو انت قلت لي true evidence فده غلط، ما ينفعش نقول true evidence، ده وفقا لقاموس لونج مان. المفروض لو انت عايز تقول دليل صحيح فتقول reliable evidence، يعني لو واحد قال لك على دليل وانت عايز تقول والله الدليل ده صحيح فعلا فتقول reliable evidence، لو انت قلت له true evidence فده خطأ تماما تماما تماما. 29 we are proud of our cultural A، نحن فخورين بايه الثقافي. تيجي نترجم الكلمات دي الاول. كلمة inherit لو انها معناها يرث، inheritable اللي هي number B معناها قابل للتوريث، حاجات كده ليها قيمة فنقول قابلة للتوريث ممكن نورثها لعيالنا. ولما وكلمة inheritable برضو معناها موروث أو متوارث، فلما نقول مثلا inheritable disease معناها مرض متوارث، واحد أصيب بمرض لأن كان عنده حد في العيلة مصاب بنفس المرض. طيب inheritance ده التراث نفسه، inheritor ده الوارث، الشخص اللي بيرث من حد. تعال نترجم بقى. we are proud of our cultural، احنا فخورين بموروثنا بثورتنا او بتراثنا الثقافي اللي هو اسمه inheritance number C، نحن فخورين بتراثنا او بموروثاتنا الثقافي. he will a the title on the death of his father او his uncle، هو سوف يرث، يرث يعني inherit، سوف يرث اللقب بعد وفاة عمه. I am the only a، انا الوحيد الوريث لنقود ابي، وريث او وارث اللي هي اسمها inheritor.
according to his will، يعني وفقا ليه. will هنا معناها وصيته، وانت عارف ان كلمه will برضو معناها سوف ومعناها عزيمه. some scientists believe that diabetes is an a disease، بعض العلماء يعتقدون ان diabetes اللي هو مرض السكر، لكن diabetic مريض السكر. بعض العلماء يعتقدون ان مرض السكر is an a disease، من الامراض الموروثه، يبقى معنى كده اسمه inheritable disease. inheritable disease معناها مرض موروث. وعلى فكرة ممكن نقول inheritable information معناها ان هي المعلومات المتوارثة او الموروثة، و inheritable knowledge اللي هي المعرفة الموروثة برضو اللي انت تاخدها عن حد. اي حاجة تاخدها عن حد بنقول عليها inheritable، والحاجة دي بعدها. وانت اسمك inheritor، والحاجة دي اسمها inheritance اللي هي الميراث يعني. there are fears هناك مخاوف that techniques could be abused. تعال نترجم كلمة جينيتيك معناها وراثي، جينز اللي هي الجينات، جينيتيكالي معناها وراثيا للظرف، جينيتكس اللي هو علم الجينات اللي بندرسه في الجامعات. هنا بقى بيقول لك ان هناك مخاوف من ان ايه تكنيكس، اكيد التقنيات الوراثية، يبقى جينيتيك تكنيكس اللي هي نمبر اي، جينيتيك تكنيكس اللي هي معناها التقنيات او الطرق الوراثية سوف ترفض في المجتمع. identical twins اللي هو التوأم المتطابق are a identical، التوأم المتطابق ده بيكون متطابق وراثيا، يبقى اكيد genetically identical. وانت عارف ان identical صفة، والصفة عايزة قبلها ظرف، عشان كده خدنا genetically. 35 identical twins usually have the same a، بقولك ان التوأم المتطابق دائما بيكون عنده نفس الجينات، يبقى اكيد the same genes. وكان ممكن نقول the same genetic aspects المظاهر الجيني زي USA اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. وانتبه ان هنا USA دولة من الدول المركبة، واي دولة مركبة لازم نجيب قبلها ذا، في USA دي اللي هي امريكا. لو انت قلت لي امريكا ما تقولش ذا، تقول امريكا has pioneered ونكمل. لكن لو انت هتجيبها لي في صورة اسم مركب فتقول ذا USA، زي بالظبط ما نقول مثلا ذا United Kingdom، ذا United Kingdom، او انك تقول بريتين من غير ذا، زي ما تقول برضو the Arab Republic of Egypt او تقول Egypt على طول، زي United Arab Emirates او Emirates على طول، او احنا بنقول لها امارات يعني. زي USA has pioneered the use of A in agriculture، الولايات المتحدة الامريكية قادت يعني او ترأست استخدام A في مجال الزراعة، اكيد استخدام الجينات او استخدام علم الجينات اللي هو اسمه genetics، ترأست استخدامات علم الجينات في مجال الزراعة. وانت عارف ان اجريكالتشر الزراعة، لكن فارمنج الفلاحة، والفرق بينهم فان اجريكالتشر معناها زراعة محاصيل بس، لكن فارمنج انك تزرع وتربي حيوانات. 37 ان على طول ده مصطلح انت حافظ اسمه ان ثيوري، ان ثيوري دي بتساوي ثيوريتيكالي معناهم نظريا، نفس القصة برضو براكتيكالي عمليا او ان براكتس. وبرضو لما نقول ان فين وفين لي، ان بارتيكولر وبارتيكولرلي. 38 A the journey should take an hour but in practice، ولكن عمليا، خد بالك in practice ولكن عمليا، يبقى اكيد هنا كان in theory ومفيش in theory، فهناخد theoretically اللي هي number B. 39 it is a possible، انه ممكن عام نظريا، يبقى it is theoretically possible، possible هنا كصفة فاكيد قبلها ظرف. she has knowledge، هي عندها معرفة نظرية، وبالتالي هنقول theoretical knowledge. theoretical knowledge معناها معرفة نظرية. وخد بالك ان كلمة knowledge دي اسم، و theoretical نظري صفة. طب ما هو في صفة بعدها اسم، ليه ما خدناش عشان كلمة knowledge دي اسم لا يعد، ما ينفعش نقول knowledge. زي برضو لو انت كملت لاخر الجملة بيقول لك no practical experience، ما هو experience هنا اسم و practical صفة، ليه ما نقولش practical experience، عشان برضو experience هنا مقصود بيها خبرة، وبالتالي ما ينفعش نعملها اسم معدود، لكن لو انت قصدك تجربة فكنا هنقول an experience. 41 was down to about 100 meters in the fog، فوق اللي هو الضباب. تعالوا نترجم الاول الاربع كلمات دول عشان نعرف هم بيحكوا عن ايه. visibility دي اللي هي الرؤية، invisible يعني غير مرئي او غير واضح، visibly بشكل واضح او بشكل ملحوظ، اخر واحدة visible معناها مرئي. هو ايه اللي بيكون منخفض في الضباب؟ اكيد الرؤيه، الرؤيه اللي اسمها visibility. ده معناها ان everything becomes invisible، كل شيء يصبح غير مرئيا. on hearing the news بعد ما سمعنا الاخبار او بعد ما سمع الاخبار he became shocked، هو اصبح مصدوم بشكل واضح بشكل ملحوظ، يبقى visibly اللي هي نمبر سي. ذا
election الانتخابات بوستر اللي هو البوستر، يبقى البوستر بتاع اعلان الانتخابات ده was clearly a from the street. البوستر بتاع الانتخابات كان واضح، كان جليا في الشارع، يبقى visible in infrared lights اللي هي اضواء او ضوء الاشعه تحت الحمراء. يعني قبل ما نكمل حل الجمله دي، عايزك تعرف ان كلمه light دي ممكن نستخدمها بمعنى ضوء، وممكن نستخدمها بمعنى لمبه، وممكن نستخدمها بمعنى ولاعه. Infrared light اللي هو ضوء الاشعه تحت الحمراء is a to the human eyes، بيكون ايه بالنسبه لعين البشر، we can't see it at all، ما ينفعش نشوفه، ده معناها ان هو بيكون غير مرئي، يعني invisible. وهنا لا يفوتني ان افكرك بكلمه naked eye. naked eye لان a k e d اللي هي العين المجرده. الحاجه اللي invisible دي يا شباب معناها can't be seen by naked eye، لا يمكن ان ترى بالعين المجرده، عين البشر. 45 the ink had faded to a، في مصطلح كده لما تكون انت شايف حاجه قدامك بتختفي لحد ما انحدرت تماما وبقتش ظاهره قدامك، فتقول faded to invisibility. faded to invisibility معناها انحدرت حتى اختفت. طيب زي مثلا الشمس، ظلت الشمس تنحدر 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 الى ان اختفت، فتقول it faded to invisibility. he looked at me and nodded، نظر الي and nod معناها يومئ براسه انه موافق. يبقى كلمه نود معناها يومئ براسه ان هو موافق او فاهم. لو انا بشرح لك حاجه وانت عمال تهز في دماغك من فوق لتحت كده، فده معناه انك انت فاهم. طب لو انت بتعمل دماغك ناحيه اليمين وناحيه الشمال، يعني انت مش فاهم، فدي اسمها شيك. تاني كده قدامك كلمتين، الكلام ده كله يا شباب هيكون مكتوب في الورقه اللي هتنزل لك على جروب التليجرام بتحليل الكلام ده كله. انت قدامك كلمتين معناهم يهز راسه، كلمه نود اللي هي ان او دي، وكلمه شيك اللي هي اس اتش اي كي اي. نود معناها يهز راسه تعبيرا عن الموافقه او الفهم، لكن كلمه شيك معناها يهز راسه تعبيرا عن عدم الفهم او ان هو مريض او بردان او خائف. نرجع لموضوعنا. he looked at me and nodded، بص لي كده وبدا يومئ براسه عن فهم، يعني almost not no one noticed that، ما فيش حد خالص لاحظ الموضوع ده، يعني اكيد almost invisibly، لم يكن واضحا، لم يكن جليا ذلك الامر لاي احد. طب ليه ما ناخدش visibly؟ طيب ما هو عشان في الاخر قال لك ما حدش شاف، no one noticed that. After the storm workmen، بعد العاصفة رجال العمال يعني عملوا ايه في كثير من الرمال الموجودة على الطرق. قبل ما نحل الجملة دي عايزك تاخد بالك من كام حتة. اولا كلمة sand دي معناها الرمل اللي موجود في اوضة النوم والموجود في الشارع والموجود في الحاجة دي. طيب الرمل ده لو احنا عفرنا منه كده يبقى اسمه dust. dust اللي هو الغبار، وكلمة dust دي معناها غبار ومعناها ينفض الغبار. فعشان كده اقول لك you should dust your room every day، يجب عليك انك تنفض الغبار الموجود في غرفتك كل يوم. طب الرمل الموجود في الارض الزراعيه اسمه soil، وكلمه soil برضو معناها تربه صالحه. اقول لك Egypt is a good soil to مثلا create new factories، يعني مصر تربه او ارض صالحه لقيام لاقامه عدد من المصانع. طيب ممكن اقول found factories برضو. نرجع لموضوعنا، بقول لك after the storm بعد العاصفه رجال الاطفاء عملوا ايه في كثير من الرمال؟ اكيد ازالوها. كلمه يزيل اللي هي اسمها ريموف، وبالتالي هنا نقول ريموفد. تيجي نترجم بقى، ريموف يعني يزيل، وريموفز برضو يزيل. ريموفد ازاله، ريموفال معناها ازاله، وريموفينج برضو معناها ازاله. هنفرق بينهم في الجمله اللي بعد دي. ذا لو دازنت الاو، القانون لا يسمح بالاي اوف ساند فروم ذا بيتش، لا يسمح بازاله الرمال من على الشاطئ. يبقى ذا ريموفال اوف ساند. طب امتى ناخد ريموفينج الاخيره دي؟ لو الجمله كانت كده، احنا اتفقنا كده ان الجمله بتقول ذا لو دازنت الاو ذا ريموفال اوف ساند، كان ممكن نقول the law doesn't allow removing sand from the beach. طيب نفس القصة برضو، عايز اقول لك ان القانون لا يسمح بتحسين الاوضاع مثلا، يبقى هنقول the law doesn't allow the improvement of conditions، او the law doesn't allow improving conditions. خد بالك من دي كويس، improving و improvement معناهم تحسين، achieving و achievement معناهم تحقيق، بس انت بتقول the achievement of الشيء او improve او achieving الشيء. والكلام ده هكون كاتبه لك في الورقه برضه علشان يبقى معاك وفي ايدك. ده رقم 48. 49 بيقول لك make sure the equipment is properly، لاحظ ان كلمه equipment دي معناها معدات خصوصا الفضائيه وفي المستشفى وكده، وهي اسم لا يعد وهي مفرد دائما، عشان كده equipment is properly ايه. تعال نترجم الكلمات. install معناها يثبت، ومعناها يضع يعني ينصب نفسه في وظيفه او ينصب شخص في وظيفه. احنا اخترنا عمر وخليناه هو المدير بتاعنا، فنقول وي انستولد عمر از ا مانجر. انستوليشن دي معناها تنصيب او تسطيب برنامج على الكمبيوتر او على التليفون. ان انستول معناها يزيل برنامج مع التليفون زي كلمه ديسيبل. انستولد ده الماضي من انستول. ترجع لموضوعنا،
Make sure the equipment is properly. تأكد من أن المعدات مركبة بشكل سليم. Is وتصريف التالت عشان ده مجهول المضارع بسيط مبني مجهول يبقى is installed اللي نمبر دي. 50 download and يعني نزل وثبت يبقى download and install programs from websites that you are familiar with. The A of the new system الـ A بتاع النظام الجديد أكيد تثبيت أو تسطيب يبقى the installation of. He died after an 18 month battle. Battle دي معناها معركة زي struggle كده وفايت. Against A. هو مات بعد 18 شهر من المعارك ضد مرض السرطان اللي اسمه cancer. Cancer ده سرطان وممكن نستخدم الجملة دي في أكتر من سياق لما نيجي مثلا نقول technology is the cancer of the age. التكنولوجيا هي سرطان العصر. أو إن احنا نستخدم كلمة cancerous بمعنى سرطاني كصفة ودي كلمة برضو من الكلمات المهمة أقول لك it is a cancerous disease يعني مرضا سرطانيا. في الجملة دي برضو عايزك تاخد بالك إن احنا استخدمنا an هنا لأنك أنت قلت لي an 18 و 18 بدأ بحرف الإي وصوت الإي فعشان كده قلنا an 18. 53 cells. Cells اللي هي الخلايا وكلمة cell دي برضو معناها زنزانة وكلمة cell برضو معناها هاتف خلوي لما أقول سيلفون. Can break off and form new tumors. ممكن طبعا تعرف كلمة tumors دي معناها الأورام الخبيثة الخلايا نهين اللي ممكن تتحلل تفكك وتكون خلايا سرطانية أكيد خلايا السرطان أو الخلايا السرطانية عايزك تفهم أنك ممكن تقول cancer cells و cancerous cells وبالتالي هنا الإجابة تبقى A and B. احفظ المصطلحات دي عشان الكلام ده مش موجود في الكتاب للأسف أو في كتب الشرح. The accident was a direct A of the driver's carelessness. الحادثة كانت نتيجة يعني المفروض result يعني number D number A result دي معناها نتيجة الامتحان cause يعني سبب وبعدها of برضو. طيب reason مبرر أو سبب وبعث reason for purpose معناها غرض من. The driver's carelessness was the direct of the accident. طبعا هنا عندك of يبقى cause of. The driver's carelessness was the direct A for accidents, reason for accidents. وإن كنت أنا مش مقتنع بمعنى الجملة دي لأن يفضل إن إحنا مع الحاجات اللي زي الزفت نستخدم cause of مش reason for. 57 The of the lectures is to help our students. Purpose الغرض بتاع المحاضرة دي هو إن إحنا نساعد طلابنا. Job losses يعني خسائر أو فقدان الوظائف يعني result A changes in production. التغيرات في مجال الإنتاج ومعنى كده ان نقص الوظائف ينتج عن نقص الانتاج يبقى المفروض نقول result from. بعد كده رقم 59 the all these physical exercise كل هذه التمارين البدنية surely result a losing weight اكيد تؤدي الى وانت عارف ان كلمة يؤدي الى اللي هي cause يسبب يعني cause او lead to او result in وبالتالي احنا هنقول result in result in اللي هي دي. خد بالك وانت بتحل في الجمله اللي زي دي يا شباب انك ممكن تقرا الجمله 58 وتختار من الاختيارات اللي تحتها وده انا عملته مره قبل كده في فيديو ما خدتش بالي غير لما حد من زمايلكم لفت انتباهي. الجمله كانت بتقول في الجملتين دول ان انا كنت حليتهم غلط يعني كان بيقول schools build our students characters و schools are built او have been built to help our students. لو انت فاكر الجملتين دول احنا قرانا جمله وحلينا اختيارات من الجمله الثانيه وده كان طبعا خطا لازم تركز وانت بتقرا. نرجع لموضوعنا بقى 58 قلنا result from يعني ينتج عن وده اللي حصل فعلا برضو في الجملة تاني again للأسف. قلنا في 58 قلنا job loses result from changes in production معناها ان خسائر في الوظائف دي بتنتج عن نقص الانتاج او التغير في الانتاج. 59 اتفقنا ان كل هذه التمارين البدنيه ربما تؤدي الى يبقى result in وانتبه ان result in او cause او lead to. 60 the company's failure فشل الشركه was a direct result bad management كان نتيجه لي يبقى result of او نتيجه من نتائج. the lights changed red to green الاضواء تغيرت من الاحمر الى الاخضر يبقى change from. caterpillars اللي هي اليرقات change butterflies تتحول إلى يبقى change to. can I change seats you هل ممكن أغير المقعد مع ك يبقى change with. وتعالى نقف شوية كده عند التلاتة change دول لما أقول change from شيء to شيء يغير من إلى change to يتغير إلى على طول. طيب change with يعني يتبادل مع زي exchange بالضبط.
annoyed residents اللي هم السكان الناس الغاضبين النزلاء الغاضبين او السكان الغاضبين have complained not the police بدأوا يشتكوا الى البوليس. انت عارف ان complain to يشكو الى complain about يعني يشكو من شيء. ففي رقم 65 shoppers complained اللي هم اصحاب المحلات اشتكوا the lack of toilet facilities اشتكوا من اشتكوا بسبب فعشان كده هنقول complained about. خد بالك كلمة complain يعني يشكو وcomplaint شكوى. طب يقدم شكوى هتقول complain او make a complaint. Some people have complained mobile signals بعض الناس بيشتكوا بسبب ان موبايل سيجنالز اشارات الموبايل ار دينجرس. لاحظ ان دي جمله كامله يعني موبايل سيجنالز ار دينجرس دي جمله كامله وبالتالي هنقول كومبلينت ذات. اذا انا قدامي ثلاثه كده كومبلين كومبلين تو شخص اباوت شيء وذات جمله سليمه. والمانج تو انتري انتو ذا بيلدينج دي تقريبا مش اول مره نحل الجمله دي. انت عارف ان كلمه يحصل على دخول او يتمكن من الدخول بسهوله اسمها جين انتري. 68 they told me that I had good job هم اخبروني informally بشكل غير رسمي بشكل ودي انني تم قبولي في الوظيفة. لكن formally معناها بشكل رسمي. Factually معناها حقيقيا. Fatally معناها بشكل شديد يعني اصلا بشكل مميت او قاتل يعني. Flexibly معناها بشكل مرن. The movie is historically a but خد بالك لما تلاقي في الجملة but اعرف ان في مصيبة في الجملة دي اكيد. We worth what but will worth seeing لكنه يستحق المشاهدة. الفيلم ده تاريخيا ايه بس يستحق ان احنا نسمعه. تعال نشوف. inaccurate يعني غير دقيق من اولها كده بقولك ان الفيلم ده غير دقيق تاريخيا بس هو يستحق ان احنا نشوفه. وهنا عايز الفت انتباهك لثلاث كلمات ان كلمة worth seeing يعني يستحق الرؤية. في كلمة اسمها worthy دي بتساوي deserve respect اللي هو معناها يستحق الاحترام. وفي كلمة اسمها worthwhile اللي معناها important or useful والكلام ده هكتبه لك في الورق بأمثلة. Researchers are studying the behavior of some creatures العلماء يدرسون سلوكيات بعض المخلوقات ال unsteady الغير ثابت unintelligent الغير ذكي unearthly الغير أرضي unpending الغير منحني. أكيد طبعا غير بعض المخلوقات ال unintelligent الغير ذكية. احنا ممكن نوصف المخلوق بأنه ذكي أو غير ذكي. most females معظم البنات يعني او الاناث think it is يعتقدن انه من الايه to ask someone's age انك تسال عن عمر حد. perhaps that because women always want to look younger ده ممكن يكون لان البنات بيحبوا يظهروا صغيري السن. اذا الجمله على بعضها كده معناها ان البنات بيعتقدوا ان هو من الامبولايت من الغير الادب انك تطلب من حد سنه انك تسال بنت عندك كم سنه. طبعا impatient دي معناها غير صبور او بلا صبر. طبعا نقول impatiently. I'd been waiting for 20 minutes استنيت 20 دقيقة and I was getting وبدأت أشعر أنني غير صبور غير صابر. يبقى impatient اللي هي number A. لما تتلسع في الباب تستنى حد ساعتين ثلاثة فتقول I felt impatient زهقت. The warmer temperature temperatures A the ice caps melt ice caps دي اللي هي القمم الجليدية درجة حرارة الجو الدافئة جعلت الايس كابس ميلت. انت لاحظ واخد بالك ان هنا مفعول وبعدين فعل في المصدر فاذا انت عايز تستخدم كلمة ميد اللي هي نمبر اي. كان ممكن نقول caused the ice caps to melt وده اللي حصل في الجملة اللي بعدها. قال لك the warmer temperatures is ice caps to اذا مدام فيها تو يبقى caused. اذا انا عايزك تركز ان ميك مفعول مصدر كوز مفعول تو المصدر. Parents of children in their A years should give them the opportunity to develop their own pace. خد بالك ان كلمة pace دي معناها سرعة. ولما تقول develop at their own pace يعني يتطورون بسرعتهم الخاصة. كل واحد يتطور بشكل يناسبه. في الجملة بقى بقول لك ان parents الأولياء الأمور أو الآباء يعني آباء الأطفال في الأطفال اللي بيكونوا يعني in their teenage. خد بالك ان كلمة teenage دي معناها عمر أو سن المراهقة. أمال إيه بقى تينيجر؟ تينيجر ده معناها الشخص المراهق. أحمد is a teenager. He is in his teenage على طول. طبعًا أنت عارف إن space age اللي هو عصر الفضاء زي ما نقول برضو ice age اللي هو عصر الجليد old age العصر القديم mental age اللي هو العمر الذهني. لما تلاقي واحد ذكي جدًا كده أذكى من يعني عنده 15 سنة وذكي ذكاء يقارن باللي عنده 30 سنة فتقول المنتال age بتاعه متقدم.
He ignored no smoking. ايه هو تجاهل الايه المكتوب عليها no smoking؟ اكيد ما دامها مكتوب على ورقه يبقى الورقه دي اسمها sign. وتعالى سريعا نميز بين sign وسيجنال وسيجنتشر والناس دي. كلمه sign دي معناها يوقع، في ورقه قدامك عايز توقع عليها فsign، زي اللي حصل في القصه لما رودلف راسندل كان عايز يمشي ويطلع من البوابه، فاحنا محتاجين بيرميت، والبيرميت ده محتاجين له signing، توقيع، محتاجين له سيجنتشر يعني. يا ترى مين اللي هيعمل له signing بقى ساعتها؟ ساعتها كان سام. اذا ساين هنا معناها اشاره ومعناها يوقع ومعناها اشاره او دلاله على. لما اقول لك مثلا الواد شال الشنطه مكاني، ودي ساين اوف ريسبكت، اشاره على الاحترام. سيجنتشر ده معناها التوقيع، لكن كلمه سيجنال دي معناها اشاره للراديو، اشاره التلفزيون، اشاره الموبايل. وكلمه سيجنال برضو معناها ان هو يديك اشاره بايده انك تبدا التحرك او انك تسكت او حاجه من دي. المدرس بتاعك بيقول لك اسكت، بيعمل لك هس كده، فدي اسمها سيجنال انك تسكت. واحد بيقول لك ارجع تاني هتموت، فدي اسمها سيجنال برضو. طب ورقه مكتوب فيها حظر الدخول هنا، ممنوع الدخول، فدي اسمها ساين. كلمه سين دي اللي هي الذنب، وسينر اللي هو المذنب. ده بالون جنتلي ان ذا اير، البالون ارتفع في الهواء. وانت عارف ان كلمه يرتفع اسمها رايز والماضي منها روز، بس احنا محتاجين نترجم الاربع كلمات دول برضو. كلمه ريز اللي هي الاورانيه، ريز الماضي منها ريزد يعني معناها يرفع ومعناها يربي. فلما اقول لك ريز يور هاند يعني ارفع ايدك، دي بتساوي بوت يور هاند اب. طيب وممكن اقول لك اي ريزد ماي براذر، انا ربيت اخي، ماي ليتل براذر يعني، افتر ماي فاذرز ديث، بعد وفاه ابي. كلمة تانية اروز معناها اثاره، اروز دي معناها اثاره. كلمه روز معناها ارتفع، وكلمه اروز الاخيره خالص معناها ينشا. وتعالى نشوف الجمله اللي بعد كده 70. هير بيرنتس دايد وين شي ووز ا بيبي اند شي ووز اي باي هير جراند بيرنتس، ولديها ماتوا لما كانت طفله وتم تربيتها. يربي يبقى ريز، اذا and she was raised اللي هي نمبر دي. She was raised يعني تم تربيتها في منزل عمها او في منزل جدها. A disagreement A over who should pay for the meal. نشأت حالة من الجدال بخصوص من الذي ينبغي ان يدفع الوجبة، يبقى ينشأ اللي هي اسمها أروز. ولو انت نسيت افكرك تاني، كلمة raised او كلمة raise معناها يرفع ومعناها يربي. أروز معناها يثير. كلمة روز اللي رقم سي معناها يرتفع. وكلمة raised معناها نشأ، وبالتالي انت هنا في الجملة رقم 80 بتقول لي نشأت، رقم 79 بتقول نشأت، وبالتالي هنقول أروز. طيب 80 he was a as a prime minister into 2020. release يطلق صراحه، وon release قائد الإصدار. install يثبت ومعناها يضع أو ينصب شخصا في مكان. position معناها وظيفة ومعناها يضع الشيء في مكان. cause معناها يسبب. في الجملة دي هو عايز يقولك تم تنصيبه كرئيسا للوزراء، يبقى he was installed. لكن the program was installed معناها تم تثبيت البرنامج. if the film is on A you can go and see it in the cinema. لو الفيلم A فانت ممكن تشوف السينما، يبقى اكيد on release. on release معناها لو الفيلم ده قيد الاصدار يعني هيصدر حاليا يعني. although I A the project in public my private opinion is that it will fail. بداية كده كلمة fail معناها يفشل، وكلمة opinion معناها رأي. ولما نقول يبدي رأيه express his opinion أو voice his opinion، وممكن بدل opinion نستخدم كلمة view. private معناها خاص، ملكي، ملاكي يعني بتاعي أنا شاريه بفلوسي. لكن special معناها خاص يعني لغرض معين، زي ما قلنا عربيات المعاقين بنقول عليها special cars، وspecial wheelchair الكرسي المتحرك الخاص بالناس المعاقين. بيقول لك بالرغم من ان انا ايه في المشروع في قدام الناس، الا ان رايي كان ان المشروع ده هيفشل. اذا انت كنت مؤيد المشروع، وبالتالي قول زو اي سبورت. بالرغم انني كنت، ركز، بالرغم ان انا كنت مؤيد للمشروع، لكن رايي الشخصي انه هو كان هيفشل. 83 ذا تيشر اولويز ايه ذات وي نيفر دو اور هوم ورك اون تايم. المدرس دايما ايه ان احنا ما بنعملش واجبنا في الوقت المناسب، يبقى اكيد كومبلين، بيشتكي مننا. continue يستمر، وcomplete يكمل، وtell يخبر. do you want to not your name to the add to the team list؟ خد بالك ان كلمه to دي معناها الى، فده معناها ان هو عايز يقول لك هل تريد ان تضيف اسمك الى القائمه، ويضيف هنا معناها add your name to the list يعني يضيف اسمه للقائمه. كان ممكن اقول لك write، بس هتبقى write your name in the team list، تكتب اسمك في قائمه الفريق. at school students learn many subjects، في المدارس الطلاب بيتعلموا مواد كثير. but when they get to university لكن بمجرد ما يصلوا للجامعة they specialize معناها يتخصصون. economize معناها يقتصد، واحد مسرف فنقول له try to economize معناها حاول تقتصد يعني حاول توفر شوية. symbolize معناها يرمز إلى، و realize معناها يدرك.
86. Experiments are the way scientists prove or a theories. كلنا واقفة مع الجمل دي وركز معايا. كلمة solve معناها يحل، يحل مشكلة، يحل مسألة، يحل قضية. remove يعني يزيل، approve معناها يستحسن، وبعدها حرف الجر of، احنا بنقول approve of يعني يستحسن. disapprove of معناها لا يستحسن او يرفض او يستنكر، لكن disprove معناها يدحض او ينفي. لاحظ ان انا قلت لك disprove لكن اللي قبلها اسمها disapprove. هنا في الجملة بقى بقول لك ان التجارب العلمية هي الطريقة اللي العلماء ممكن بيها prove معناها يثبت، يثبت نظرية او يدحضها او يرفضها، اللي هي دي اسمها disapprove. طيب انا عايز اقول لك بقى ان البنت عملت سلوك واهلها رفضوا السلوك ده تماما او لم يستحسنوا السلوك، فنقول هير مام ومامتها يعني disproved of her behavior، يعني مامتها رفضت سلوكها، والكلام ده مكتوب في الورقة اللي هتاخدها. 87. I expect you will A in next year's test. اتوقع انك انت في امتحان السنة المقبلة انك سوف. get better معناها يتحسن صحته، وكذلك برضو be better يتحسن صحته، لكن انت بتقول اتوقع انك ستؤدي بشكل جيد يبقى do better. I tried to A the pieces of the broken toy together with some glue. glue ده اللي هو الصمغ. انت حاولت انك تعمل ايه في اجزاء الدمية المكسرة باستخدام الصمغ، يبقى اكيد stick. وستيك دي تعال نقف معاها شويه كده. ستيك معناها يلصق، ومعناها العصا اللي بيلصق اللي هو اللزق يعني نفسه اسمه ستيك. ولما نقول ستيك تو ذا بوينت يعني التزم او يعني الزم الموضوع الرئيسي. واحد بيحكي لك في موضوع عمال يجنب يمين وشمال فتقول له ستيك تو ذا بوينت. ولما تقول واحد ستيك تو يور بروميس معناها التزم بوعدك، وستيك تو يور وورد يعني التزم بكلمتك ما تخلش بيها. ذا اوف ذا تري ار لايك فاكتوريز ذات برودوس ايفريثينج زي نيد. الايه هي المصنع الغذاء في الشجرة، أكيد هم الليفز اللي هي أوراق الشجر. طيب ليه هنا قلنا are like factories؟ لأن هم عاملين زي المصانع، لكن هم مش مصانع. لو هم مصانع كنا قلنا as. 90. He suffers from A as there is too much sugar in his blood. انت عارف ان لما يكون عند حد سكر في دمه فده مرض اسمه مرض السكر، عشان كده هنقول he suffers from diabetes. خد بالك انت بتقول suffers from يعاني من diabetes، لكن he was diabetic. heart attack دي معناها أزمة قلبية أو نومة قلبية، نوبة قلبية. insomnia ديت اللي هي الأرق، مرض الأرق يعني. indigestion اللي هي عسر الهضم أو عدم سهولة الهضم. Maher has always been to his sister. He always gives her a hand. Give her a hand تقريبا أول كلمة قلتها لكم في الفيديو لما قلت لك talk to دكتور مصطفى عويس. He will give you a hand. كلموا دكتور مصطفى عويس وهو هيساعدكم if you find any problem with the platform. لو أنت واجهت أي مشكلة في المنصة، عشان هو بيساعد في technical problems المشاكل الفنية، وإحنا ممكن نقول عليه technical representative معناها الممثل الفني للمنصة. أي خدمة بنصيدكم عشان كده يعني. طيب احنا في رقم 91 قلنا ماهر has always been. ماهر كان دايما ايه to his sister لاخته، وكان دايما بيساعدها، يبقى close to. close to معناها قريب من، وclose معناها يغلق برضو. وعندك تميز بين كلمة close ولوك. close معناها تقفل الباب بس كده، لكن لوك معناها تقفل بالمفتاح. remote معناها بعيد، remote control اللي هو remote تحكم عن بعد. open معناها يفتح، ومعناها مفتوح، ومعناها صريح. لما اقول لك she tells us about everything she is an open girl، هي فتاة صريحة. عكس الopen ده secretive اللي هو الرجل الكتوم اللي ما بيحكيش لحد زي راسندل كده. 92. you need a certain A of sunshine to get enough vitamin D. انت محتاج كمية محددة من الشمس علشان تكون فيتامين دي، يبقى amount. If you wish to make a note, you should see the manager. لو انت عايز تعمل ايه فانت لازم تروح للمدير. تعال نشوف الاختيارات. اول واحدة كده compliment والتانية compliment، وهما الاثنين شكل بعض، ولكن في فرق واحد بس بينهم، ان هنا ال اي لكن هنا ال اي. compliment اللي بالاي من كلمة complete يعني مكمل، دي معناها مكمل او استكمال. طب compliment اللي بالاي معناها اطراء او مجاملة. واحد انت لابس جاكيت قديم، فواحد بيقول لك ايه الجاكيت الجديد ده بس يا عم، يبقى كده هو بيجاملك، بينافق، اطراء او مجامله. كومبليت يعني يكمل، وكومبلينت يعني شكوى. في الجمله بيقول لك لو انت عايز تعمل شكوى فاستنى المدير لما يجي. يو لوك فيري سليم، تبدو نحيفا جدا. هاف يو نوت ويت، هو انت خسيت؟ يفقد وزنا او يخس في الوزن اسمها لوز ويت، وبالتالي هنا هنقول لوست ويت، وفي هنا وقفه محتاجين نعملها. عايزك تعرف ان في كلمه يزداد في الوزن اسمها جين ويت،
او بوت اون ويت، دول معناهم يزداد في الوزن. طب زياده الوزن بقى نفسها الاسم، يعني زياده الوزن اسمها اوفر ويت، وعكسها انحدار الوزن او نقص الوزن اللي اسمها اندر ويت. طيب في حاجه برضو، كلمه من ويت دي اسمها اوت ويت اللي معناها فيري امبورتنت. I have not too much weight over the holiday because of studying or staying much at home eating. أنا طول الوقت واقف باكل فعشان كده كسبت وزن، يبقى هنقول gained weight. ستة وتسعين بيقول لك the adverb الظرف اسمه rarely معناها نادرا. Can be the opposite نادرا عكسها ايه من دول؟ frequently تباعا. هي دي، ما هو واحد ما بيجيش عندك غير نادرا، ده عكسها واحد بيجيلك frequently بشكل متتابع. gradually تدريجيا، scarcely نادرا، والapproximately تقريبا ما لهمش علاقه بيها. diabetes is a not diabetes مرض السكر، ده عباره عن مرض، لما يذكر لك اسم المرض اختار على طول وانت مغمض عينك disease، فعشان كده نقول heart disease، diabetic diabetes disease، infectious disease الامراض المعديه وهكذا. طيب وممكن نستخدم كلمة ديزيز لما نحب نقول مثلا مرض المجتمع، او انك تقول مثلا التلوث هو المرض الذي يضرب المجتمع، فنستخدم كلمة ديزيز. 98 she has been a since she was a child، هي ايه من يوم ما كانت طفلة؟ اكيد مريض سكر، مريض سكر اسمها ديابيتك. وانتبه خد بالك، ديابيتك معناها مريض سكر، لكن ديابيتس اللي هو مرض السكر نفسه. طبعا هاني ده العسل، ولما نقول هاني مون اللي هو شهر العسل. 99 she has had a since she was a child، هي عندها ايه من ايام ما كانت طفله؟ تعال نشوف، diabetes اللي هو مرض السكر، ولا diabetic مريض السكر. خد بالك انت قلت لي she has had، فعشان كده هنقول diabetes، لكن لو هو قال لك she has been هناخد diabetic، دي لو هي has been يعني هي تكون يعني مريضه سكر. طيب زي ايه teacher whistled، whistled معناها صفر، خد بالك ان whistled التي سايلنت والاتش سايلنت، فور ذا باسكت بول جيم تو بيجن، صفر عشان تبدا مباراه الباسكت بول، ده اكيد البي اي تيتشر اللي هو اختصار لكلمه فيزيكال ايدوكيشن. افلاج ات هاف اي از اسيمبل اوف جريف، ركز معايا بقى في الايديوم ده عشان هو غريب ومش موجود في الكتاب. لما نيجي نقول مثلا افلاج ات هاف ماست، ده الايديوم اسمه افلاج ات هاف ماست، لاحظ ان قلت لك ماست مش بول، ده معناه الايديوم ده معناها انك انت رافع العلم بشكل منكسر، لان في عندك حاجه من ثلاثه، رقم واحد ريسبكت او سادنس او حد مات، يبقى احترام او حزن او وفاه، فعشان كده بنستخدم الايديوم ده. طيب ممكن اقول لك افلاج ات هاف ماست از اسيمبل اوف ريسبكت تو ذا بريزيدنت، او اسيمبل اوف جريس بيكوز اوف هير فاذرز ديس، اسيمبل اوف سادنس بيكوز هي فيلد، يبقى اسمها افلاج at half mast، احفظ المصطلح ده. حاجه كده زي تنكسر الاعلام، يعني he was a without charge after being questions question، بعد ان تم يعني سؤاله عن الجريمه هو تم تحريره، يبقى he was released. لاحظ ان الريليز دي بتساوي كلمه set free، فممكن اقول لك he was released او he was set free، وانا هكتب دي في ورقه علشان ما انساهاش. رقم 102 102 102 released او set free أو he was freed، تم تحريره. نرجع بقى رقم 103، my watch a 2 minutes every 24 hours، وفي وقفة محترمة مع الجملة دي، ركز معايا كويس. لو أنت ساعتك بتحب تقدمها دايما 5 دقايق علشان تبص عليها تلاقيها 1:05، بس في الواقع هي الساعة 1، أو تقدمها 10 دقايق تبص عليها تلاقيها 1:10، بس هي في الواقع الساعة 1، ده معناها بقى تقول تعبر عن دي زي في الإنجليزي، هتقول لي كده واحدة من دول، إنك تقول I always keep my watch 10 minutes fast، خد بالك fast ده معناها دايما بقدم ساعتي 10 دقايق. طب انت عايز تقول باخر الساعه 10 دقائق، يبقى I always keep my watch 10 minutes slow، يبقى fast ساعه مقدمه وslow ساعه مأخره، ده رقم واحد. رقم اثنين، انت بتبص في ساعتك فجاه كده لقيت الساعه 1:10 وهي اصلا المفروض تبقى 1، فتقول my watch gained 10 minutes. طب لو هي مأخرة 10 دقايق فهنقول my watch lost 10 minutes. نرجع لجملتنا، بقول لك my watch ايه 2 minutes every 24 hours، ساعتي بتزود ساعة دقيقتين كل 24 ساعة. طب لو هي بتاكل دقيقتين هنقول lost، يبقى انت كده مع الساعة بنقول gain و lost، gain و lose او fast و slow، gain زي fast و lose زي slow. The not illness couldn't be cured and caused death،
ركز معايا كده في الاربع كلمات دول ونترجمهم. كلمه temporary معناها مؤقت، عكسها permanent دائم. in terminal دي معناها غير مزمن او يمكن علاجه. heavy ثقيل، terminal معناها مميت ومعناها برضو محطه على فكره. دي بتساوي كلمه فاتل، كلمه terminal هنا معناها بتساوي كلمه فاتل معناها قاتل او مميت او فتاك. نرجع لموضوعنا، المرض الفتاك ليس له علاج وبالتالي هنقول terminal disease. واخد بالك لو انت قلت لي مثلا في ايديام كده terminal decline معناها انحدار تام، اقول لك there is a terminal decline in the number of jobs، يعني في انحدار كبير في اعداد الوظائف. help to look after our planet. people, animals and plants all need air to breathe. بقول لك علشان نساعد في ان احنا البيئه تبقى نظيفه والكوكب يبقى نظيف، فالناس والحيوانات والنباتات محتاجين هواء، need clean air اللي هو هواء نظيفا، هواء نقيا. 106 the hotel manager a to the pro the porter to carry my bag. الهوتيل مانجر اللي هو مدير الفندق عمل ايه للبورتر علشان يشيل الشنطه. كلمه ساين معناها وقع ورقه، فممكن نقول وقع له ورقه عشان يسمح له ان هو يشيل الشنطه. ممكن سيجنال معناها شاور له، اذا ايه اند بي الاثنين ينفعوا، وبالتالي ايه اند بي. they will hold a lot of meetings over the next few weeks. لو انت عايز تقول سلسله من الحروب فتقول series of wars او number of wars. سلسله من الاجتماعات، سلسله من المؤتمرات، سلسله من الكتب فتقول series of او number of. طيب لكن سيريال دي معناها رقم المسلسل، حتى انت بتقولي سيريال نمبر بتاع التليفون، رقم المسلسل في التليفون بتاع التليفون. اذا الاجابه كده A and B. Are you looking for anything in، هو انت حضرتك بتدور على حاجه بالتحديد اسمها in particular، او ممكن كنا قلنا particularly. وكلمه particularly بتاتي او كلمه particular بتاتي قبل الاسم فقط، او لك particular problem. بس خد بالك particular problem من غير in، لكن in particular تيجي في الاخر عادي. He spoke slowly. His works. هو تكلم ببطء ايه كلماته. لما تلاقي حد بيتكلم كده وبيوزن الكلام فتقول weighing his words. weighing his words معناها يتكلم بعناية، يزن كلامه قبل ان يقوله. Scientists are working on the treatment of infections. العلماء بيشتغلوا على علاج للامراض البكتيرية. البكتيرية دي يبقى بكتيريا عشان انت عايز صفة. خد بالك ان كلمة بكتيريا اللي هي البكتيريا، لكن بكتيريوم معناها بكتيريا المفرد، يعني البكتيريا الاولانية دي جمع ورقم بي مفرد. شوف انت بقى مفردها بكتيريا ولا ايه. I was doubtful about the idea. انا كنت شاكك غير متأكد يعني من الفكرة. عكس كلمة doubtful دي معناها شاكك او غير متأكد، فعكسها certain وعكسها assured معناها متأكد برضو. خد بالك كلمة obvious يعني واضح، وobvious معناها برضو not honest يعني غير أمين أو مريب برضو. hesitant معناها متردد. the film is not historically accurate. الفيلم ده ليس دقيقا تاريخيا. عكس كلمة accurate، accurate يعني دقيق، عكسها غير دقيق، يعني معنى كده أن عكسها faulty مخطئ أو غير دقيق، أو incorrect برضو اللي غير صحيح أو غير دقيق. طبعا exact معناها دقيق، precise معناها محدد أو ثابت أو دقيق، shown اللي معناها واضح او موضح يعني. This dish is tasteless. الطبق ده ليس له اي 60 طعم. عكس كلمة tasteless حاجة ملهاش طعم، عكسها حاجة لها طعم، يبقى tasty له طعم او له مزاق او لذيذ او delicious كذلك. اخر جملة 114 she still felt troubled by it all. by it at all هي دايما مرتبكة ومتلخبطة من الموضوع ده. الكلمات اللي بتساوي كلمة troubled، troubled معناها متلخبط قلق، عشان كده الكلمات اللي بتساويها concentrated معناها مركز، ashamed معناها خجول، worried معناها قلق، anxious برضو تنفع بمعنى غاضب او مرتبك، fond معناها مهتم به. خلصنا الحمد لله رب العالمين كده ال 114 جمله الخاصين بالكلمات. توجه يا بطل بقى مباشره على الجرامر. يا ريت لو انت ما سمعتش الوحدات اللي فاتت لسه منضم لنا حديثا، تعتكف لك يومين لحد ما تخلصهم عشان الكتاب ده فيه افكار ممتازه جدا. في ملف بي دي اف هتلاقيه دلوقتي وانت بتسمع، هتلاقيه نزل على جروب التليجرام، في تحليل لكل الافكار اللي كانت موجوده في الاسئله دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.